الهرم. الهرم الأكبر خوفه ارتفاعه 147 متر كبير، اللي في النص قطر 135، منكور على الصغير والأخير 65. طبعا حضرتك الفراعنة دول كانوا بيحترموا بعضهم، كل واحد بنى الحجم بتاعه، خوفه بنى نفسه الأكبر لأن هو الأب، وقطر على الإبن بنى له الوسط، ومنكور على الحفيد بنى له الصغير. يعني خوفه الأكبر قطر على الوسط، منكور على الصغير. الهرم الثاني ده أي حد بيبص عليه بيتهيأ إن هو الأكبر، لأن حضرتك الأرض شغالين في البناء الأكبر.